معقول سيد راسفي؟ ما رح أوافقك على رأيك بهالموضوع. عفواً، بأي حق؟ بحق إني الملكة الأولى هون ببوبال. ماشي، بيكون أحسن. صباح الخير أمي. صباح الخير ستي. صباح النور. ما تواخذيني بنتي لأني أنا قاعدة على الكرسي تبعك. بعرف مو مقبول حسب التقاليد ينقعد على كرسي الملكة. عن جد أنا كتير آسفة ستي. هذا بيتك، يعني محل ما بدك فيك تعدي. طيب ابني، إذا ضليت قاعدة هون بجوز رازية تفكر إني عم باخد مكانها هون. ولا تنسى إني سمحت سوريا بالرغم إنه أمك ما كانت موافقة على الشي، لهيك ما بدي ضايقها. أنا كمان أم مقتنعة إنه ابني ومرته اتنيناتهم غلطانين، بس ما فيني اتخلى عنهم لو شو ما صار. مرت عمي لو سمحتي، بلاها الحديث هلأ من عند الصبح. أمي بترجاكي ما تعصبي علينا إذا متضايقة من عمي ومرت عمي. شو هالحكي ابني آزان؟ رازية ما عم تعصب علينا، على ما يبدو نسياني حالة إنها بالبيت مو بالمكتب تبعها. حاجة كثرة حكي، خلونا نبلش يلا. شفتي شلون؟ ستك تركت كل الكراسي وقعدت على كرسي تبع أمي. نور لو سمحتي لا تبلشي من عند الصبح، عادي. صباح الخير. أزان، أعطيني المخلل. شبك ليش عم تتأمري عليه؟ كأنه لساته زوجك. بالله وأنتي شو زعجك؟ نور. أزان؟ خليني أكمل كلامي. صحي ستي، بتتذكري من زمان لما كنت صغيرة انتي كنتي وقتها ختيارة وانا كنت مشاغبة، ومن هذاك الوقت ما منطيق بعضنا. مزبوط هالحكي ستي؟ اكيد بتتذكري اني كنت اضربك، وهلأ اذا بتحكي حرف زيادة رح اضربك كف على وشك. طولي بالك ستي، نور لساتها بنت صغيرة. طبعا طالما هي لساتها ختيارة انا اكيد رح ضل بنت صغيرة. شايرة، ليكي المحامي اتصل فيني اليوم الصبح من المحكمة وخبرني مشان الأوراق. ماشي أزان، أنا باخدهم. أمي فيني أحكي معك شوي؟ أكيد. شوي وبرجع. صحي ستي، انتي بتحبي الباكروس ما؟ دلروبا ما شوكا، ليش لهلا ما جبتوا لستي اكلتها المفضله؟ تكرمي نور، هلا بجيب لها. يلا بسرعه. طيب شوي. عن جد عاملين باكروس؟ ايه. شو عم تحكي؟ وينو نجيبولي اياهم لعندي بسرعه. مسويينو على اصوله؟ فهمت علي؟ فيك تبلش. شو قد مو معقول، حدين كتير كيف عاملين. ايه عاملين باكروس حاد. استني شوي شايرة، خليها تكمل. ايه بس ستي تفضلي تفضلي. يلا ستي. صبيلي صبيلي. مو معقول هاد. صحي ستي، كأنه احترقتي من الحد. فكرت إنه ما بيأثر فيكي شيء. بعدين حسابك معي بتشوفي. إيه يا ستي، بس يصح لك ما تقصري. شوفي بكرة منتواجه ومنشوف شو بتساوي.
الحمد لله أنا شبعت. يا ربي خفف علي الوجع. صحيح إن قدرت تحرق تمي، بس إذا ما بحرق حياتها لبنت الخضامي ما بيكون اسمي غزالة. ستي انتي ناديتي لي؟ ايه حبيبتي ناديت لك. تخلي بنتي تعالي تعالي. عادي هون. ليك قررت ساوي واجبي ككبيرة العيلة. هدول انا مخبيتهم من شان البنت اللي بده يتزوجها حفيدي آذان. انتي نقي منن شو بيعجبك وخدي وما تفكري بشي. شو صار لك؟ أنا فهماني عليكي، واضح رأيك فيني مثل رأي رازية. فكرتيني مو منيحة ما؟ لا ستي مو هيك الموضوع بنو. أنا بالنهاية بضل أم والضعيفة قدام مشاعري. بصراحة بعرف إنه ابني هو اللي غلط ومو رضياني عن اللي سواه. شو طالع بإيدي؟ هذا بيضل ابني. اهدي ستي. وانتي بتعرفي الرجال بيضلوا رجال. شوفي هاي آذان تزوج وما سأل على حدا. ستي آذان ما تزوج لأنه هي رغبته، هو كان مجبور على القصة. بس قرار نور كان واضح إنه عناد. قلي لي طيب ليش ما بتتعاقب حضرتها؟ ولا بس ابني اللي بيتعاقب؟ بس في فرق كبير بين الحالتين. شو بدنا بهالحكي هلأ؟ تعالي قعدي. شوفي شوفي ما أحلاهن. ليكي طول الألماس أكيد رح يطلع كتير حلو عليكي وبيلبق لوشك بنتي. بيطلع وشك منور مثل القمر اللي حواليه نجوم. بس كأني ملاحظة إنك ما بتلبسي مجوهرات كتير، لا أحلاق ولا أطواء ولا أساور ولا شي. رازية ما بتعطيكي مجوهرات يعني؟ مو صحيح ستي، أمي على طول بتعطيني مجوهرات، بس أنا اللي ما بحب ألبسهم لأنه عندي شغلات أغلب كتير منهم. حب أمي لإلي، صداقتي مع نور، وبركاتك أنت. صدقيني هدول بيكفوني وما بدي أي شي تاني. إذا عبالك تهديني شي من هدول فحابة أحتفظ بهاد. الله يحميكي بنتي. مو بس وشك حلو وتصرفاتك وحكيك. يا عيني شو هاد ستي؟ عم توزع مجوهرات؟ ماشي لكن عبيلي كيلين لشوف. هاي مجوهرات مو خضرة وفواكه لحطلك كيلو كيليان. بعدين ليش لحتى أعطيكي؟ هدول خاصين بمرت حفيدي. بس الصبح ونحن عم نفطر انتي قلتيلي اني عم اتصرف وكأنه لساته زوجي، صح؟ مو هيك قلتي؟ معناته فيني نقي منهم. فعلا انه عينك فارغه وما بتشبعي. لو بتموتي ما رح اعطيكي شيء. خلص اصلا انا ما بدي منك مصاري، خليهم لكبرتك. بدي منك مجوهرات. شايره شو اخذتي؟ انا اخذت هاد. حلو. ورجيني. انا رح اخذ طقم الالماس هاد، بتوقع يلبق لي ولا عن جد؟ ومين سمح لك تاخدي؟ بنت خدامي بدها تلبس الماس شي حلو. بدي طقم الألماس وكمان بدي معه هدول الذهبات. لك شو عم تعملي؟ هاتي ذهبات. خلصنا ستي. شو هاد؟ أكيد ما رح تلبسيهم لأنه صرتي ختيارة. شو بدك فيهم؟ تعي لهون. نور هاتي مجوهراتي. هاتيهن. أنتي بنت خدامي ما بيلزموكي هدول، لهيك هاتيهن. استني تعي لهون. ستي. ستي. ستي 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 شو بدي؟ ستي شو صار لي؟ يا قلبي شايرة شو يلي عم يصير هون؟ نور أخذت مجوهرات ستي وهربت فيهم، وستي كانت راكدة وراهم شان ترجعون. هذا اللي صار. آذن أنا بس عم أمزح. أنت بتعرفي إنه المزح له حدود. جنيتي نور؟ غبية. ستي ستي ستي.
أنا ما رح خبي عليكم، لازم تهتموا فيها. الظاهر إنه صار معه نوبة توتر عصبي. كيف؟ شو عم تقول؟ رجاءً ديروا بالكن عليها، ما لازم تتعرض للضغوط، لأنه هي بالأساس مريضة قلب. الحقيقة اللي صار معها اليوم كان مجرد نوبة خفيفة، ولا كان مستحيل نلحقها. بس هلأ الحمد لله هي صارت منيحة، وصفت لها شوية أدوية، يا ريت تعطوها أدوية على الوقت. سلامتك مدام، انتبهي على حالك. شكرا لك دكتور. ولا يهمك. شكرا. اسمحوا لي هلا اذا صار شيء معه فورا اتصل فيك. اكيد تفضل. سلامتك، رح روح جيب لك فواكه مرت عمي. خوفتين عليك، رح نتركك لترتاحي. سلامتك ستي، انا رايحه اجيب لك مي. لا لا انا منيحه، خليكي جنبي، انا حابه احكي معك شوي بنتي. أزن أزن ليك اسمعني، أنا آسفة، ما كنت بقصد اللي صار. شوف أنت بتعرف وقت بتكون متضايق مني مستحيل أني يكون مرتاحة. طيب لكن ليش من الأساس بتضايقيني؟ خلص بوعدك من اليوم ورايح أنا ما رح ضايقك أبداً، أنا عن جد بعتذر، آسفة كتير. لا تعتذري مني، اعتذري من ستي. مثل ما بدك، بس بالأول فك هالعقدة، لأنه طالع تشبه ستك وخوفتني. عن جد؟ هلأ أنا بشبهها؟ جاوبيني. ليك يا حبيبتي، انت بتعرفيها لنور من فتره قصيره، بس انا بعرفها من لما كانت صغيره. بدي منك ما توثقي فيها على عمياني وتصدقيها بكل شيء. نور بنت ذكيه كتير ومحتاله كبيره، صدقيني ما رح تتركك بحالك ابدا. شفتيها كيف حاولت قدامك إنها تسرق المجوهرات وتهرب فيهم، وأكيد عندها ألف طريقة وطريقة لحتى تسرق منك زوجك قدام عيونك من دون ما أنت تحسي على شيء. اسمعيني، متأكدي إنك ما بتحكي على حدا بغيابه، وبعرف إنه هذا الشيء مو منيح، بس أنا اليوم مجبورة إني أحكي، مو من شان شيء، من شانك. أنا بخاف عليكي تتأذي. بعرف ستي، وأنا بقدر كتير اهتمامك فيني وخوفك علي، بس أنتي ما تشغلي بالك، هالشي مستحيل يصير، ويلي عملته نور اليوم كان مجرد ولدني. وبعدين ستي هي حست بالغلط اللي عملته معك، طبعاً من دون شك هي تصرفت بلا تفكير، بس هلأ هي رجعت نور العائلة يلي أمي وآزام بحبوها من كل قلبهم، واللي كمان بتوثقوا فيهم فوق الحد الطبيعي. بنتي أنا مو قصدي أقول إنه الثقة بالناس شي مانو منيح أو غلط، بس كمان الواحد لازم يدير باله منيح بنتي. وإذا نور تصرفت بولدني هالمرة ممكن ترجع تتولدن مرة تانية. ساعتها مين بيعرف شو رح يخطر لها تساوي، وإذا بترجع نور العائلة أو لا.
أنا كتير آسفة ستي، سامحيني، أنا بس كنت عم أمزح معك. تفضلي، هدول هن مجوهراتك اللي أخذتهم منك، رجاءً سامحيني على اللي عملته. تفضل. وهي اعتذرت منها منيح؟ طالعيها، هي الأسوار اللي بإيدك. آسفة. وقت طلبت ترجعي لي مجوهراتي عملتي حالك طرشة وخليتيني أركض وراكي. بس ليكي كبساني سمعتي كلام آزان؟ ما فيها ما تسمع كلامي ستي، لأنه هي بتعرفني منيح وقت بتضايق، ما هيك نور؟ أي شاي رح حكي؟ آزان آسف. مرت عمي، صار وقت إنك تاخدي أدويتك. أنا بعطيها إياهم. تفضلي ستي. لازم تاكلي شي بالأول وبعدين بتاخدي الأدوية. بس أنا ما رح آخد الأدوية لحتى حفيدي ومرتو يقبلوا الهدية مني. أي هدية؟ شو قصدك؟ اللي منعتي شايرة من إنها تقبلها مني. ما فهمت عليك يا مرت عمي. كنت بدي أعطي شايرة شوي من مجوهراتي الخاصة، بس الغريب ما أخذت مني شي. أكيد أنت منعتيها مو هيك؟ بحب طمنك مرت عمي أني ما قلت لشايرة أي شي. لو مو قايلتي لها ترفض تأخذ الهدية ما كانت عملت هيك. حتى لما جبرتها تأخذ شي أخذت منهم بس تقلول واحد. لا ستي، أنت فهمتيني بطريقة غلط. أنا ما قبلت أخذ المجوهرات لأني بكل صراحة مالي بحاجتهم. بنتي أنا بعرف إنك مانك بحاجة المجوهرات، بس أنا من كل قلبي كنت حابة أهديكي. ستي خلص لا تضايقي حالك. شايرة ما رضيت تاخد المجوهرات منك لأنه بالواقع هي ما كتير بتحب المجوهرات. أما بالنسبة لأمي مستحيل تفرض على شايرة شيء. أزان أنا متأكدة إنه أمك ما بتحبني وأنا حاسي بهالشي. لا من قبل هي حبتني ولا بعمرها رح تحبني. ستي إحساسك هذا كله غلط، وغير هيك متأكد إنه إذا لساتك عم تحسي بهذا الإحساس يلي ماله مزبوط فأمي رح تجي تبوسك وتعتذر منك. هاي مجرد بداية ولسه ما شفتي شي. اللي صار اليوم رح يعمل مشاكل كتير كبيرة، وبهالطريقة نور رح تنتهي ورح اتخلص منها على الأخير.